مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن الرؤية التي قدمتها قيادات الجيش الوطني لرئيس الجمهورية والمتعلقة بإعادة بناء الجيش على أسس وطنية. في سياق إعادة بناء مؤسسات الدولة الجارية في الوقت الحالي وبالتزامن مع معركة إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، تجري عملية إعادة بناء الجيش الوطني. فقبل أيام رفعت قيادات الجيش الوطني برؤيتها لإعادة بناء الجيش على أسس جديدة تضمن أن يكون هذا الجيش مؤسسة وطنية انتماؤها الأول والأخير لليمن. لم يكن الأمر يحتاج إلى مثل هذه الرؤى، إلا أن التجربة التاريخية في اليمن فرضت إعادة بناء كل شيء من الصفر، حيث أثبتت هذه التجربة خلال الأعوام الماضية أن الجيش اليمني لم يكن سوى وحدات مسلحة تابعة لرئيس النظام وتحتكم بأمره ليستخدمها في تحقيق أهدافه ومطامعه الشخصية ضد تطلعات الشعب. في العامين الماضيين تبين أن ذلك الجيش الذي بناه الرئيس المخلوع طوال فترة حكم لم يكن جيشا وطنيا بقدر ما كان جيشه لوحده، ولذلك كان من السهل أن يتوجه هذا الجيش ضد أبناء الشعب اليمني واضعا بندقيته بجوار بندقية ميليشيات انقلبت على الشرعية ونشرت الحرب على كامل مساحة الوطن. ذلك الجيش الذي كان عبئا على كاهل اليمنيين طوال 3 عقود تذهب نصف موازنة البلد لمعسكراته، صار عبئا مضافا وهو يقوم بدور الميليشيا المسلحة التي تقتل اليمنيين طوال 2 عامين. ولهذا تعد عملية إعادة بناء الجيش الوطني أولوية على رأس مهام السلطة الشرعية في هذه المرحلة. إعادة بناء الجيش الوطني والأسس التي يجب أن ترتكز عليها هذه العملية ستكون محور حديثنا هذا المساء في زوايا الحدث. وقبل أن ننتقل إلى النقاش نتابع هذا التقرير، فابقوا معنا. جيش جديد ليمن جديد وعهد جديد، عنوانه الأعراض الانتماء لليمن بعيدا عن مفاهيم الانتماء المناطقي والعائلي. مطلع الأسبوع الجاري أقرت قيادة الجيش الوطني في اجتماع لها بمأرب رؤية موحدة لإعادة تنظيم القوات المسلحة وتطويرها وبنائها مهنيا. الوقت اليوم بات مهيئا للبدء بالعملية التي تأخرت طويلا وكان مطلبا رئيسيا لثورة فبراير وما أعقبها من مراحل، وكان أحد أهم مخرجات مؤتمر الحوار وقبل ذلك اتفاق التسوية السياسية التي قامت على المبادرة الخليجية. بناء جيش وطني قوي كان ثاني أهداف ثورة 26 سبتمبر عام 1962، وهو الهدف الذي مر عليه أكثر من 50 عاما، كشف عن مدى تسخير الجيش لخدمة الاستبداد وتحوله لإحدى أدوات القهر والقمع. الظروف التي تمر بها البلاد مواتية لإعلان تشكيل جيش على أسس وطنية بدلا من الجيش الذي كان ولاؤه للميليشيا وللرئيس المخلوع الذي حول الجيش إلى ميليشيا مجهزة بمعدات دولة. المؤسسة العسكرية بحاجة لحركة تصحيح وطنية واسعة، وهي هذه المرة تقوم من داخل المؤسسة العسكرية ذاتها، ويتولاها عدد من أبرز القيادات العسكرية التي فضلت الانحياز للشعب ولمفاهيم الشرف العسكري الذي أهنته الميليشيا حين التهمت الدولة وحولت الجيش لأحد أذرعها وأدواتها. اللامركزية في عمل الجيش واندماج المقاومة الوطنية من مختلف المناطق اليمنية من شأنه إعادة بناء المؤسسة العسكرية بشكل متوازن ومتساوٍ بعيداً عن الانتماء المناطقي أو الجهوي. الكرة الآن في ملعب الرئيس هادي الذي يدرس الرؤية وعليه تحويلها لواقع عملي عبر الإسراع في التجهيز للوحدات العسكرية وإعادة ترتيبها وفق خطة واضحة ومحددة وإمداد الجبهات التي يخوض فيها الجيش معاركه في مواجهة الميليشيا بالسلاح والعتاد حتى يتم إنهاء الانقلاب وإسدال آخر فصوله. أهلا بكم من جديد في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنتطرق فيها إلى عملية إعادة بناء الجيش الوطني على هامش الرؤية التي قدمتها قيادات الجيش لرئيس الجمهورية. وينضم إلينا من عدن قائد المنطقة العسكرية 4 اللواء أحمد سيف اليافعي. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا بك سيادة اللواء. سيادة اللواء، تتحدث الأنباء أنكم في هيئة أركان الجيش الوطني قدمتم لرئيس الجمهورية رؤية خاصة بإعادة بناء الجيش والمؤسسة العسكرية، هل لك أن تطلعنا على أبرز ملامح هذه الرؤية؟
الحقيقه نحن ورثنا نعم فيما يتعلق بالقوات المسلحه بناء مناطق قبلي وتركم ليادي مناطقي قائم على الولاء الشخصي نعم للوظيفه. وبالتالي في ان المرتكزات الاساسيه لبناء القوات المسلحه تبداها وجود عقيده قتاليه، العقيده القتاليه هذه يعني تحدد مهام القوات المسلحه، ما هي هذه المهام؟ نعم. هل هي لحمايه منصب معين او هذه المهام هي لقمع المعارضه الداخليه ام ان مهام القوات المسلحه تظل مهام متعلقه على مستوى الوطن وعلى مستوى الاراضي اليمنيه، وبالتالي قضيه حسم الصراعات الداخليه تدخل في اطار العمل الحزبي، في اطار الانتخابات، في اطار الديمقراطيه. هذه احد الاسس، الاسس الثاني ان تكون المساله يعني التوزيع يكون وطني في كل محافظات البلاد، في كل محافظات اليمن، وانه لا يتركز بناء القوات المسلحه من مناطق محدده او من قبيله محدده او من مذهب محدد. تعطى وفقا لعدد السكان وفقا للانتخابات، وبالتالي يتم بناء القوات المسلحه بناء نوعي قائم على عقيده قتاليه واضحه متعارف عليها، وتوزيع المناصب على اساس مش الولاء الشخصي، على اساس الولاء للوطن والكفاءه ولفترات محدده ليست دائمه لاي انسان. وفي نفس الوقت تتشكل التشكيلات الخاصه بالقوات المسلحه تكون لديها القدره على ان تقاتل في المناطق البعيده وتقاتل في اطار الظروف الصعبه في الصحراء في الجبال، وان تضم مجموعه من التشكيلات العسكريه القادره على تنفيذ مهامها في المناطق والظروف الجغرافيه للاراضي اليمنيه. نعم سيادة اللواء، هل تشمل الرؤية هذه أيضا على منع أو تحريم لو استطعنا القول القادة العسكريين من العمل السياسي أو الحزبي؟ بالتأكيد هذا مبدأ أساسي، عندما يكون نعم. الولاء للوطن يعني أن الوطن تتكفل فيه مجموعة من الأحزاب، وبالتالي الرئيس أو رئيس الوزراء أو مجموعة المناصب المعينة يكون قد انتصر فيها او تكتل من الاحزاب في الانتخابات. اذا انت لا توالي الا الوطن، والوطن هو الارض اليمنيه كلها وليست حزب. الارض اليمنيه من تجر فيها مجموعه من الاحزاب، اذا انت لن توالي مجموعه، ستوالي انت الوطن، وبالتالي لا حزبيه في القوات المسلحه ولا لقياده معينه ولا تعيينات وفقا للقربه. ستكون الكفاءه والولاء للوطن هي الاساس في التعيينات ان شاء الله اذا نجحت الفكره. نعم، اذا سيادة اللواء، بعد اشهر من بدء عملية اعادة بناء المؤسسة العسكرية وتكليف عدد من القادة العسكريين في الميدان، ما هي الخطوات المقبلة لاستكمال هذه العملية؟ الخطوات المقبلة هي احالة مجموعة من القادة العسكريين الى التقاعد. نعم. وحالة مجموعة من الناس الذي اكتملت خدمتهم في القوات المسلحة الى التقاعد، والاعتماد على قوة جديدة. وفي نفس الوقت إعادة تشكيل القوات المسلحة من جديد واختصارها. أنتم تعرفون أن القوات المسلحة الموجودة لدينا وصلت إلى 480,000، يعني قرابة النصف مليون. هذه القوات المسلحة هي تساوي القوات المسلحة الألمانية وبريطانيا مجتمعة. ولكن هذه القوات المسلحة دخلت في متاهات، دخلت في مهاترات، دخلت في ولاءات. نعم. وأصبحت ليست ملك الوطن، ولكنها ملك الاحزاب وملك المناطق المعينه، لذلك هي انهارت مع الاسف، ولكن كانت اراده الله وكان الشعب اليمني اكثر ولاء للارض، وبالتالي الان نحن يعني في الخروج من المعمعه الذي ادت الى انهيار القوات المسلحه، وان شاء الله نتوفق بدعائكم في بناء قوات مسلحه يعني صالحه للمرحله وقادره على خدمه الشعب. نعم سيادة اللواء، إذا ما تحدثنا على أبرز بنود إعادة بناء الجيش والمؤسسة العسكرية في المرحلة الراهنة وهي دمج المقاومة بالمؤسسة، كيف ستؤثر على عملية إعادة بناء الجيش في الوقت الحالي؟ أنا بختلف في هذا الموضوع على دمج المقاومة بالمؤسسة العسكرية. نعم. أصلا لا توجد لدينا مؤسسة عسكرية، المؤسسة العسكرية انهارت وسلمت امام ضربات الحوثي. المؤسسه العسكريه انهارت
يعني في عمران، انهارت في صنعاء، انهارت في عدن، انهارت في سعد، انهارت في كل المناطق، ولم تبقى الا كتل صغيره من الوحدات العسكريه يعني ليست مكتمله. هذه القوى التي انهارت لا يمكن ان نكمل بالمقاومه فيها. سيؤسس جيش جديد من المقاومه لكنه يعتمد اساسا على قيادات الجيش وعلى القيادات التي قاتلت، وبالتالي يمكن نقول انه خلق ما تبقى من القوات المسلحه الفاعله للمقاومه الفاعله التي تم تشكيلها وضمهم وتشكيل الكروم بقوات مسلحه جديده، لكنه في المصطلح السياسي يتعاملون مع ضم يعني دمج المقاومه بالجيش، دمج المقاومه بالجيش، لكن لا يوجد يعني انا اقول في المنطقه الرابعه من تعز الى لحج الى ديال الى الضاله لا يوجد الا قتل صغيره من الجيش الصغير، يعني عباره عن جزر متفرقه، يعني لكنها ليست وحدات متماسكه، لان الوحدات المتماسكه قد سقطت نتيجه للضربات او لم تكن لديها القدره على الصمود في وجه ضربات الهوزي. نعم. سيدة لو هل سنشهد خلال المرحلة المقبلة قرارات عملية تستجيب لعملية إعادة بناء الجيش تتمثل بإعادة تشكيل الألوية والمناطق العسكرية؟ ستأتي هذه القرارات إن شاء الله قريبا. نعم؟ ستأتي قريبا هذه القرارات الخاصة بإعادة تشكيل وتنظيم القوات المسلحة، ولم تبقى إلا ان شاء الله فتره قصيره لاستكمال يعني تحرير المناطق، وبالتالي في المناطق المحرره تتشكل الاليه، وان شاء الله سيتم تشكيل الاليه الجديده للقوات اليمنيه في صنعاء ان شاء الله. نعم. سيدة اللواء، ما اذا تحدثنا عن منصب وزير الدفاع، هل هذا المنصب سيكون من ضمن الرؤيه القادمه لبناء المؤسسه الامنيه؟ اساسا منصب وزير الدفاع يجب ان يكون منصب مدني لشخصيه مدنيه تقوم باداره اعمال الدفاعيه بالتنسيق مع شكل الدوله الموجود. هذا يكون مثل المرحله الاولى في المرحله الثانيه، وتكون رئاسه الاركان العامه هي الخاص باداره شؤون القوات المسلحه. هذا بيشمل عليه، لكنه في المرحله الاولى بالتاكيد ستكون قيادات عسكريه نتيجه لظرف اليمن الذي عاشه ونتيجه للظروف الاستثنائيه الذي تعيشها البلاد. اذا اللواء احمد سيف اليافعي قائد المنطقه العسكريه الرابعه كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. والان نكمل الحلقه ولينضم الينا من صنعاء استاذ اداره الازمات بجامعه الحديده الدكتور نبيل الشرجبي. مساء الخير دكتور نبيل. اسعد الله مساكم. أهلا بك دكتور، لعلك تابعت معنا ومع ضيفي أحمد سيف اليافعي ومحاور الحلقة عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية. أنت دكتور من خلال متابعتك كباحث، أين تكمن مشكلة المؤسسة العسكرية في اليمن بالضبط؟ شكرا لك سيدتي. ربما المؤسسة العسكرية هي واحدة من أعقد المشكلات التي واجهت اليمن سابقا وحديثا، وربما أيضا تواجه اليمن مستقبلا. هي أكبر مؤسسة حاضنة للفساد، هي أكبر مؤسسة ربما أعاقت كثير من عمليات التطوير وربما التغيير وربما أيضا السلم اليمني. هذه المؤسسة هي في حاجة إلى إعادة بناء من جديد، وربما خلق مؤسسة جديدة تختلف تماما عن كل الأسس السابقة وربما الطروحات التي سارت عليها الدولة اليمنية الحديثة. نعم. سواء ما قبل الوحدة أو ما بعد الوحدة. وربما نحن لا نبالغ إذا قلنا أنه نحن ربما نريد أن نبدأ من نقطة الصفر في بناء هذه المؤسسة العسكرية، سواء متمثلة في عملية إزاحة الفساد أو في إيجاد عقيدة عسكرية حقيقية تختلف تماما عن العقيدة التي كانت تسير عليها المؤسسة الحالية. أيضا سياسة التدريس وعملية القبول في الكليات العسكرية وضخ هذا العدد المهول والغير معقول إلى المؤسسة العسكرية وزيادة العاطلين داخل هذه المؤسسة،
أيضا حجم القوة العسكرية المناسبة الذي يجب أن تحتفظ فيها اليمن، عملية التدريب، الرواتب، المكافآت، بمعنى نحن أجزاء البحث عن سياسة أو استراتيجية جديدة تبحث من بداية تكوين مثل هذه المؤسسة التي نريد أن نراها ونستهر بها. إذن سيد نبيل، أنت تقول نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر، وتقول أن المؤسسة العسكرية خلال 50 عام الذي مضت وهو يتم بنائها غير صالحة. إذن من وتتكلم عن أنها يحتاج إلى استراتيجية جديدة للبناء الآن من جديد، من المكلف بطرح هذه الاستراتيجية، وما هي الأخطاء التي يمكن أن نتلافيها في البناء الجديد؟ سيدتي، أنا ربما قد أتحدث عن موضوع قد لا يقبل به الجميع. البناء الفكري في أي دولة عندما يكون بناء جماهيريا أو بناء مدنيا تنتج الكتابات وتنتج الاستراتيجيات وتنتج الخطط. هنا نحن قد نكون أمام مجتمع جديد مغاير، وليس المجتمع الرسمي هو من قد يضع لنا مثل هذه الخطط. ولكن في السنوات السابقة من كان يضع هذه الخطط هي المؤسسة الرسمية والمؤسسة العسكرية الذي تدين بالولاء للقائد السياسي، ومن ثم تأتي هذه الكتابات أو تأتي هذه الخطط مطابقة لرؤية المصالح الضيقة لصانع القرار، وتبدأ من هنا المؤسسة العسكرية في صياغة هذه الاستراتيجية لجعل هذه المؤسسة العسكرية في يد فرد واحد أو نخبة واحدة. ولذلك أنا في اعتقادي المجتمع الثقافي المدني في اليمن هو أحد أبرز الأطراف الذي يمكنه أن يقوم بصياغة مثل هذه الاستراتيجية، ثم نقوم بعملية تطوير لها مع بعض القادة العسكريين، مع بعض البيوت العسكرية، مع بعض الخبرات العسكرية. وفي اعتقادي هذه قد تكون البداية الحقيقية لوضع استراتيجية جديدة للمؤسسة العسكرية. نعم، إذن دكتور نبيل تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الأستاذ عبد الله بن هذال، العضو السابق في لجنة إعادة بناء الجيش في مؤتمر الحوار الوطني. مرحبا بك أستاذ عبد الله. إذا الأستاذ نبيل يتحدث عن استراتيجية، إذا استطعنا القول أنها هي إلى حد ما ما خرجتم به في مؤتمر الحوار الوطني، كنتم في لجنة بناء الجيش في مؤتمر الحوار الوطني قد وضعتم عدد من الأسس الخاصة بإعادة بناء المؤسسة العسكرية، ما هي أبرز القواعد التي وضعتموها لحظتها؟ نعم، نحن في أنا في فريق الجيش والأمن، عندما بدأنا في الحوار الوطني أولا نحن يعني وجدنا نحن بلا جيش. الجيش اللي معنا عبارة عن 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 جيش خاص، يعني زي ما تقولوا شركة خاصة تابعة لعلي عبد الله صالح، إلى درجة إن إحنا حصلنا يعني علاقة الجيش أما العلاقة الحقيقية بينه وبين علي عبد الله صالح وبينه وبين أسرة علي عبد الله صالح فقط. نحن في مؤتمر الحوار الوطني في فريق الجيش والأمن وضعنا أسس يعني لبناء جيش وطني. نعم. ما هي هذه الأسس؟ الولاءات الحزبية. نعم. الأسس يعني بناء أولاً جيش يعني على أساس جيش يحمي ولا يحكم. يحمي الوطن، لأنه نحن وجدنا جيش فقط خاص بعلي عبد الله صالح، وضعنا يعني حوالي 19 مادة دستورية وأكثر من 50 موجه قانوني غير توصية. هذا المواد اللي عملناها يعني كفيلة ببناء جيش وطني يعني يحمي البلاد. اولا وجدنا في القوات المسلحه والامن انها يعني وجدت الحمايه على عبد الله صالح. نعم سيدي، دعنا بما يخص ما خرجتم به في مؤتمر الحوار الوطني بما يخص المؤسسة العسكرية. الآن المؤسسة العسكرية تشهد بناء من جديد ومن الصفر كما قال أستاذ نبيل. عملية البناء هذه القائمة حاليا هل تتم وفقا لتلك القواعد التي خرجتم فيها في مؤتمر الحوار الوطني؟ نعم، الآن ما يقوم به الجيش الوطني وقوات الشرعية هو بناء لجيش وطني على أساس مخرجات الحوار الوطني. نحن في الحوار الوطني عندما بدأنا وزرنا المعسكرات
جبنا الوحدات العسكريه، ما وجدنا جيش وطني بمعنى الجيش الوطني على يعني اللي مكون من جميع انحاء الجمهوريه، وجدنا جيش مكون من عده مناطق في الجمهوريه السابعه نعم لاشخاص معينه. يعني وجدنا جيش، يعني ماذا تصدقوا اذا احنا وجدنا ما في جيش في العالم يكون يعني 30% اكثر من نعم جيش عدده حوالي 480,000. نعم وصلت الفكره، وصلت الفكره استاذ عبد الله. 150,000 ضابط. نعم وصلت الفكرة أستاذ عبد الله، أبقى معي واسمح لي أن أعود إلى الدكتور نبيل الشرجبي وسنعود إليك لاحقا. دكتور نبيل، من ضمن ما يطرح الآن أن سبب انحياز الجيش السابق لرئيس المخلوع وميليشيات الحوثي هو أن تركيبته كانت مناطقية لم تراعي التمثيل الوطني لكل فئات اليمنيين، كيف يمكن تجنب هذا الأمر في الجيش الوطني الذي يعد بناءه حاليا؟ نعم زيدتي، ما يجب أن نشير إليه أنه عبد هادي الرئيس الحالي كان نائب الرئيس، نعم. ربما هو كان مشرف مباشر وحقيقي لكثير من العمليات العسكرية وعمليات التسليح والتدريب إبان حكمه، أو كان نائبا للرئيس وكان مطلع على كثير من الملفات العسكرية. نعم. هو ربما عندما تسلم الدولة أيضا لم يتمكن أن ينفذ كثير مما كان يجب عليه أن ينفذه، وخاصة أنه كان باطلاع مباشر. في البدء نحن قد نختلف أو قد نتفق على ما هي البداية الأولية لعملية تشكيل قوة حقيقية أو جيش وطني حقيقي. البعض قد يقول هو وضع عقيدة عسكرية تؤمن بمسألة الولاء الوطني ثم بعد كذا حماية الوطن. البعض من قد يقول أنه عملية الاختيار أو اختيار القيادات المناسبة لهذه، البعض من يقول لوضع هيكلية معينة لعملية الدخول في الكليات العسكرية وعمليات الترقيات والحصول على الترقيات، ولا تعني الحصول الدورية كل سنوات ولكن بأمور أخرى ثانية. لكن أنا في اعتقادي بالنسبة للوضع اليمني، الوضع بشكل واضح هو يجب أن نبتعد على النقط التي كانت هي سبب كل المشاكل والمآسي الذي كانت في السابق، وهي نعم. عملية الابتعاد على تكوين هذا الجيش من منطقة معينة من مكان معين، وأن يشرف عليه مجموعة صغيرة معينة، وأن يكون هذا الجيش متنوع متعدد بخبراته نعم. ذات مقاسات أو ذات سياقات مختلفة ببرنامج معترف. هل نستطيع القول أن قرار الرئيس بإدماج أفراد المقاومة بالمؤسسة العسكرية سيحل هذه الإشكالية؟ سيدتي لا نبالغ بهذا الأمر كثيرا، المقاومة العسكرية المقاومة الشعبية لها دور وتحترم نعم. ولها تحية كبيرة، ولكنها ما زالت في حاجة إلى كثير من التأهيل العسكري والبدني نعم. والفكري العسكري حتى تكون قادرة ومندمجة في المؤسسة العسكرية ويكون لها دور وطني مشرف في المستقبل. نعم أقصد البناء المناطقي، أنه سيكون هنالك تنوع من مناطق كثيرة. وأنا لا أقصد البناء المناطقي أن تكون هناك مساواة في المناطقية من كل منطقة، ولكن أن تكون هناك قرعة ما نعم. يسمى هذه القرعة، بمعنى أن لا نبتعد عن أن نخصص لكل محافظة عددا معين، ولكن نذهب إلى القرعة حتى لا نقع في مشاكل قد تكون أيضا لها سلبيات مثل ما كانت السلبيات السابقة. نعم إذا أستاذ دكتور نبيل تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أعود إلى الأستاذ عبد الله بن هذال. مرحبا بك أستاذ عبد الله مرة أخرى. بعد ما جرى خلال العامين الماضيين، ما هو التصور الأمثل لإعادة بناء الجيش والمؤسسة العسكرية برأيك؟ أستاذ عبد الله هل تسمعني؟ نعم أستاذ عبد الله، أنت كنت في مؤتمر الحوار الوطني من ضمن لجنة إعادة بناء الجيش في مؤتمر الحوار الوطني، وخرجتم بأسس معينة وبتصور معين. الآن بعد مضي عامين وبعد كل هذه الأحداث والتطورات، هل ترى أنها ما زالت صالحة أو أنها ستختلف قليلا؟ ما هو التصور الأمثل الآن في هذه اللحظة لإعادة بناء الجيش والمؤسسة العسكرية؟ نعم نعم تسمعني؟ هل سمعت سؤالي؟ نعم. سيد عبد الله؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الله. نعود لدكتور نبيل الشرجبي. دكتور نبيل، خلال الأعوام الخمسة الماضية يبدو أن اليمنيين
فقدوا ثقتهم بالمؤسسة العسكرية التي انحازت إلى صف الرئيس المخلوع ومن ثم إلى صف الميليشيا. يعني كيف يمكن استعادة هذه الثقة؟ كيف يبدو مستقبل العلاقة بين الشعب والمؤسسة العسكرية؟ نعم، الشعب اليمني محق في ذلك الأمر بصورة واضحة جدا. هذا الوضع وصلنا إليه بسبب السياسة الخاطئة التي اتبعها النظام السابق في عملية الاختيار والتجنيد والترقية وإعطاء مثل هذه المؤسسات العسكرية. هذا أمر واضح. أنا في اعتقادي اليوم لدينا مخرجات الحوار الوطني، هي مخرجات أكثر من رائعة وربما بدأت في وضع أسس، لكنني مع ذلك أقول ربما مات لها هذا الحوار والمعارك العسكرية أو الأحداث التي تمت بالفترة الأخيرة وما أيضا مثلا من هذه الأمور، ربما قد يطلب إعادة قراءة في بعض النصوص. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، ربما نحن اليوم قادمين اليمن قد لا نبقى في الدائرة الأمنية لوحدنا، ولكن ربما قد ندخل في دائرة أمنية أوسع وهي الدائرة الأمنية الخليجية، بمعنى أن هذا قد يتطلب أيضا وضع استراتيجية مختلفة إلى حد ما عن ما وضعته من أسس في مخرجات الحوار الوطني. وهذا الأمر قد يساعدنا بشكل واضح جدا بالاستفادة من الخبرات التي لدى الأشقاء من أجل انعكاسها على الوضع اليمني، وهو ما قد يسهل في بداية وضع لبنات أولى لإيجاد مؤسسة عسكرية يمنية حقيقية يكون ولا أهل الوطن أولا وأخيرا وليس لفرد أو قبيلة. نعم أستاذ نبيل، ما إذا تحدثنا عن الجيش التابع للمخلوع وخاصة الوحدات الآن التي تقاتل في صفوف وصفوف الميليشيا، هنالك آراء تطرح بأن يتم حله، هل يمكن أن نرى تكرارا للتجربة العراقية في اليمن إذا ما عرفنا أن هذا الجيش تابع بشكل تام له ويمكن أن يبقى ينفذ أجندته التخريبية في المستقبل؟ نعم، عملية حل الجيوش بكل تأكيد هي عملية كارثية، وخاصة إذا كان مستوى وعي الشعب هو مستوى متدني جدا. إضافة إلى ذلك، ربما ما زالت الارتباطات الأولية والتقليدية ارتباطات قوية جدا، وهذا هو لدينا. ربما ما زال ارتباط الضابط أو القائد العسكري بمنطقته وربما بشيخه وربما بمن هو أكبر منه، ذلك أمر خطير. ولذلك الأمر يتطلب هو إعادة تأهيل هذه المؤسسة الذي لا يتم تسريحها، ولكن الاستفادة منها بأعمال مدنية تماما بعيدة عن أي قرار سيادي أو عن أي مشروع عسكري، ليتم الاستفادة منهم في مواقع أخرى ربما مدنية أخرى. وهناك تجارب كثيرة عملت على تأهيئة أو إدماج مثل هذه المؤسسة العسكرية التي لم تكن صالحة في دولها في أعمال أخرى بعيدة عن الجوانب العسكرية. إذا ما تحدثنا عن دول الجوار، إلى أي مدى ستتدخل في عملية البناء هذه؟ الوضع اليمني ربما أصبح أكثر ارتباطا بالأمن الخليجي. الأمن الخليجي يدرك تماما أن عملية ترك اليمن لوحدها هي خطورة ليس على اليمن بل عليهم هم أنفسهم، لأن هناك طرف آخر يتربص باليمن والخليج وبإمكانه أن يسد هذا الفراغ فيما لو رفعت دول الخليج يدها علينا. ومن ثم هذه الدول لن تترك اليمن بعد ذلك، بل ستعمل على دمج اليمن في المؤسسات الخليجية، بل وبوتيرة أسرع مما كان من أول، وربما قد نصبح أحد الأطراف التي يشاركون في صنع القرار بالنسبة للقرار الأمني أو الاقتصادي في المنظومة الخليجية. إذن دكتور نبيل الشرقبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من صنعاء. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، وبالأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من عدن اللواء أحمد سيف اليافعي قائد المنطقة العسكرية الرابعة، وكان معي من صنعاء الدكتور نبيل الشرجبي أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة، وكان معي أيضا من الرياض الأستاذ عبد الله بن هذال العضو السابق في لجنة إعادة بناء الجيش في مؤتمر الحوار الوطني. وهي لكم على حسن المتابعة والإصغاء، نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.